اجتماعية، ونحن بدورنا عضو ضمن هذه الأكاديمية في مكتبها الخاص بالدراسات النسائية. لقاء كان حول تقديم كتاب المرأة والهجرة. هذا الكتاب المتوسط الحجم شكليا يتكون من 63 صفحة إضافة، يعني أو تتضمن بدورها 9 مقالات. هذه المقالات مصنفة حسب زوايا تناول الباحثين والمتخصصين ضمن الكتاب، في الزاوية الاجتماعية، الزاوية الحقوقية، كذلك الزاوية الاقتصادية، إضافة إلى تناقح هذه الزوايا في تناول إشكالية المرأة والهجرة. بدورنا مساهمتنا كانت مرتبطة بالهجرة، الهجرة غير الشرعية، يعني في المقال كان تحت عنوان نساء المهاجرات غير الشرعيات بين المقاربة الحقوقية والواقع المعاش، من خلال دائما التجربة المغربية اعتمدنا فيها عملا ميدانيا اعتمادا على مجموعة من الجمعيات التي شاركت في محاولة تأهيل وتدريب النساء المهاجرات غير الشرعيات، وكيف تقنت المملكة المغربية في منحاها الحقوقي في التعامل مع إشكالية الهجرة من بلد، يعني مرور أو عبور إلى بلد استقبال واستقرار. وبالتالي هذه الإشكالية كانت واضحة وتنعكس بشكل أو بآخر على مسار تفعيل الحق في الوضعية أو في تسوية الوضعية الإدارية والاجتماعية، خاصة بعد تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2013. برزت وبشكل قوي هذه الإشكالية فيما هو قطاعي، كذلك في ما هو تخطيطي لدى وزارات الحكومة المغربية، إضافة إلى بروزها كذلك على المستوى الجهوي والمستوى الإقليمي. لجهة مراكش أسفي كانت مساهمة مختلف المؤسسات في مسألة إعادة التأهيل، وكذلك مسألة تكوين المهاجرات، كذلك المساهمة في تسوية الوضعية الإدارية والوضعية القانونية، محاولة المساهمة دائما في التمتع بالحق في الصحة، الحق في التعلم، خاصة وأن هذه المهاجرات أغلبهن تعانين من درجات مختلفة من العنف ومن أنواع متعددة من العنف، وعلى رأسها دائما يدخل العنف النفسي بشكل رئيسي، إضافة إلى العنف من شركاء الهجرة أو وفد الهجرة أو الفريق اللي كيكونوا معاه إلى حين الوصول إلى المملكة المغربية أو شركاء الطريق، إضافة إلى العنف الجنسي. وبالتالي هذه المشاكل كلها برزت بشكل أو بآخر، أعطتنا إشكال جديد، هما الأطفال اللي عندهم علاقة بالمهاجرات غير الشرعيات، وكذلك إشكالية جديدة. وهذا الشيء له شرط أن الإشكالية دائما مركبة ومن حلقة إلى حلقة، دائما في تبعية للتحول الاجتماعي كذلك لمسار الهجرة بالمملكة المغربية. شكرا جزيلا.